السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الآن نحن في أحد أحياء المدينة، جولة حسن. طبعاً اليوم من أحد الأحياء الجميلة في المدينة المنورة، الدخل المحدود أو الإسكان، أو لكن رح يعرفنا على هذا الحي ابن الحي أخوي أنور عواد المحمادي. يعطيك ألف عافية ولد العم. هلا ابو علي، صباح الخير عليك وعلى متابعينك. الله يعطيكم العافيه حبيب قلبي. نبغاك تاخذنا جوله بحيكم الجميل. طيب، اتشرف اني اكون معاكم في الجوله هذه، رغم انه في اشخاص اكثر مني خبره في الامر ده ويفيدوكم، لكن ما دام طلبت مني استاذ حسن ان شاء الله اكون ضيف خفيف عليك وعلى متابعينك ان شاء الله. حبيبي الله يسلمك اخوي انور. طبعا اول شيء قبل ما نبدا، شكر خاص لراعي هذه الحلقة شاورما ذوق، طبعا في الخالدية. خلوكم مع المقطع ونبدأ حلقتنا، يعطيكم الف عافية. طبعا حلقة اليوم برعاية شاورما ذوق، وفعلا ذوق ما شاء الله تبارك الله، مبروك عليكم يا أهل حي الخالدية وغير الخالدية، كل المدينة مبروك عليكم هذا المطعم. طبعا الموقع أول شيء الخط النازل من عند صحاري، وهذا ذوق جنب النهدي، وفي جوجل ماب اكتب شاورما ذوق توصل للموقع. يلا خلونا نشوف. يلا تجربة بلا منازع، لكن اللي يشتري لازم يجرب الصوص. الحرارة شيء ثاني على فكرة. أنا هذه كذا ما شاء الله تبارك الله في البديلة برضو تكون أشوفها منتفخة من الشاورما والدجاج اللي جوا. والله ما شاء الله تبارك الله، أنا أقول لك شيء مرتب. أنا بالجان وقلت هو سأل عن أفضل شاورما في المدينة، قالوا له أبو سياح، قال أبغى دي الأفضل أبو سياح. والله ما شاء الله تبارك الله، نكهتهم الخاصة طبعاً. وثاني شغل، الواحد يعاني من الحشوة الداخلية، لكن ما شاء الله شوف بيتفجر السندويش، بيتفجر كل الدجاج. أحيانا الواحد يعاني من الحشوة والسلطات. لا شوف، صور يا مصور ما شاء الله. كده وصلنا آخر المقطع، بصراحة يستحق التجربة. جرب مرة، راح تيجي كل مرة على فكرة. يعطيكم ألف عافية. عندكم أرقام التواصل معاهم أو اكتب في جوجل ماب راح توصل. شاورما المدينة. تبارك الله. أخوي أنور الله يسلمك، أول سؤال دائما أسأله الضيف،
حدود الحي. طيب خلديه كان لها مدخل واحد بس يا حسن، اللي هو هذا المدخل شوف اللي قدامك، تورينا انا مدخل حي الخلديه. هذا المدخل كان فقط تمام، اللي هو الان بعد ليله الزفافي يعتبر، بعد ليله الزفافي. ايوه هنا ليله الزفافي، وهذا وهذا خط كله كان خط واحد متزوج سيد واحد. تمام جاي خلديه سكننا فيها تقريبا قبل 40 سنه. ما كان في حتى الاسكان لسه، ما تم بناؤه. حلو، ما تم بناء الاسكان. سكننا فيها كان الحي عباره عن بيوت معده، كنا في المساء طبعا كنا ساكنين قبل احنا باب الكومه والهاشميه، بعدين نقلنا الحياه الخلديه هنا. الاحياء اللي كان يعني حتى ابتكر يعني الاول كان يقول لك الخلديه هذا حي محذوف. والله ايوه، حتى الوالد الله يرحمه عماني كان يقول له بيع الارض اللي هنا، مره بعيد الحي ده يعتبر عن المدينه كان. شوف الحي الان يعتبر وسط المدينه. اي والله ما شاء الله. طيب مداخل الحي كانت فقط المدخل ذاك، مدخل واحد، واحد مدخل كان من الحزام الين مدخل حي الخلديه يا اخوان. حي ده بس. شوفوا هناك ليلة الزفاف، هذا المدخل فقط من هنا وتدخل على الحي عاد. خلاص تدخل، اللي بيخش الخلدية ما يروح غير المدخل ده فقط. يا سلام، الحي كامل ده كان ما يروح غير المدخل. طيب يلا دحين نركب السيارة ونشوف. طيب طبعا هذا المدخل الوحيد للحي، كان عبارة عن من هنا يبدأ. اي عبارة عن مزرعة. تمام، وحوالينا طريق، اللي يبغى يجي كمان للحي كامل من طريق الحزام اللي هنا. كنت تدخل من حي الحزام؟ من الحزام. يا سلام. من الحزام اصلا، وكانت السيارتين لو تقابلت يعني حيكون منطقة ضيقة عليهم. تمام شوف. يا الله، من هذا ايوه هذه المنطقة. شوفوا هذا الطريق القديم، شوفوا قدامكم. هذا القديم؟ هذا قديم، هذا قديم، هذا مقفل، وهذا شوف بعد ما تجدد. أيوة. كيف؟ تروح تيجي من هذا الخط. ايوه صار مخطط جديد هنا. ايوه. والاسكان؟ الاسكان هذا بدأوا فيه شركة تركية. تمام. الشركة التركية تقريبا في 1404 بدوا يحطوا قواعدهم وبدوا يحطوا دنيتهم. كانوا لهم كامباوند عند الجبل الأسود اللي عند مكتب الجرير. في الدائري؟ ايوه، كان لهم كامباوند خاص دور الشركة التركية. تمام. وقعدوا طاهر يبنوا فيه خلال 5 سنوات 6 سنوات. يعني ما شاء الله تفتكر لما كانوا يبنوا قدامكم؟ قدامنا كان الحي تام. كامل اللي انبني. حتى هلكنا الاتراك يا حسن. ها؟ هلكنا الاتراك. يا ساتر. ايه احنا عارف كل شويه نكزلنا وكل شويه تسطح الكوره في الاسكان هنا. هذا كله شبك كان الاسكان. ما شاء الله. ايه فكنا ننقز ونقعد نجيب الكوره من هنا ونرجع نجيبها ثاني مره، وكان العمال يشتغلوا. ايوه. وجالس الحي ده حي الاسكان يمكن سنتين ثلاثه مقفل. ايوه. بعد حرب الخليج الظاهر بدا ايش؟ بدأ شوية شوية يفتحوا للمواطنين يشتروا فيه. يا سلام، يعني كان منتهي وبس مقفل. ايه مقفل، جالس 3 سنوات مقفل او اكثر تقريبا، حدود 3 سنوات كذا. أيوة. كان مقفل الحي هذا. يا سلام. طبعا هنا المنطقة هذه كلها كانت ما في ترى. هذه ما في؟ هذه مزارع ترى هنا. ايوه. هي كانت على اليسار كلها مزارع، هذه نيارة والقاعات دي كلها. ايوه هنا. هي كلها على اليسار، هذه كلها كانت مزارع ترى. يا سلام. يعني انتوا كنتوا في هذه الجهه؟ في هذه الجهه، وكان الشارع الى هناك حسب في الطريق الى الطرف الثاني. حلو. ورايح جاي كان. طيب حلو، قبل ما نلف كده اسلم اخوي انور. طيب هذه المنطقه طبعا الخلديه كانت حدودها تقريبا اللي هو الان من الدائري جهه خط الرياض. تمام. الى هنا بعد عندها قصر نياره. حلو تقريبا. اخر الشارع. ايوه هنا اخر الشارع. تمام. طبعا ما شاء الله تبارك الرحمن سكنوها عوائل كثير من العوائل اللي خلف صحاري هنا ما شاء الله تبارك الرحمن. بيت الرفاعي، بيت القمقمجي، بيت محروس، ما شاء الله من عوائل اللي سكنوا في الحي هنا ما شاء الله تبارك الرحمن. وعلى قدام كذا حسن في ما شاء الله بيت الجيزاني، بيت المالكي، بيت الفيزو، بيت الشريف، ما شاء الله بيت قطان، ما شاء الله العوائل. يا كنت عارف احنا حنقول اسماء ونضيع اسماء يعني. والله قول اللي تقدر عليه. ايه حنضيع اسماء. فهذه المنطقه اللي هي من هنا لين يعتبر خط الدائري. ايه من هنا من ورا اللي هي هذه المنطقه يعتبر يعني يمين الحديقه.
في كمان الجهة الثانية اللي هي سار حديقة. أيوه. في عوائل تانية بيت الهوساوي في بيت عبيد اللي هم على الشارع هناك. ياسم. بيت العلاوي. حلو. بيت الصيدلاني في بيتنا. أيوه. عارف هذه من الناس اللي وطبعا في البيت الأقدم أعتقد في الحي بيت عم خضير العافي. خضير العافي أوريك هو شيء البيت مطبقان هناك. أعرف عارفه برضو دار من البيوت القديمة هناك. أيوة ما شاء الله إذا تفتكر اسمه. أيوة هذا بيت البيارو. أيوة. هذا بيت البيارو ما شاء الله تبارك الرحمن. أيوة. هذا بيت عم خضر البكري. أيوة. الله يغفر له يرحمه هذا البيت شوف هنا. أيوة. هذا بيت عم خضر البكري الله يغفر له يرحمه. هذا كلهم من القدامى يعتبر في الحي. أيوة. في بيت الزغلون كمان برضو كانوا ساكنين هنا. هذه المنطقة اللي هي يمين اعتبر الحديقة. ايه كانت عندكم الحديقة زمان. الحديقة ما هي قديمة. طيب. ما هي قديمة ابو علي كان. ايه والله ما هي قديمة مرة عارف. ايه. وفي ما شاء الله كمان هناك في برضو اول ما ننزل من خط الرياض والدائري. حلو. بيت الاوسطى بيت العمري بيت العلاوي ما شاء الله برضو من البيوت اللي معروفة هناك. القديم. بيت الفارسي ما شاء الله. والله حسن عشان ذكرنا الحي من بدايته. ايه. فسامحونا الاخوان يسمع المقطع والله اسمها. ايوه عارف يسامحونا الاخوان يسمع المقطع ما شاء الله تفخيم جدا جميله. ايه ما شاء الله اهتموا فيها ما شاء الله تبارك الرحمن. أيوة. فيها فعاليات وفيها ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف كيف ما شاء الله الاجواء حلوه اصلا في المدينه حسن. اي والله اجواء اليوم طاير ان شاء الله. ايوه اجواء حلوه ما شاء الله في المدينه يا معلش. طبعا هنا في بيت رجب زي ما قلنا على ذكر سارجو. ايوه. في بيت المطبقاني ام يوسف الله يغفر له ويرحمه. مقابل لهم بيت المطبقاني كان المركز حق الصحي حق الحي. ايوه يعني تقريبا هذا كمان بيت المكي عشان ننساهم بيت ابو شجره ذا. ايوه بيت المكي من قدامه برضه ما شاء الله باين من البيت ما شاء الله. ايه ما شاء الله تبارك الرحمن هذا بيت المكي هنا ما شاء الله تبارك الرحمن بيت نور هنا ما شاء الله في بيوت حسن والله اللي جبتك يقول رجعت لنا الذكريات حسن ما شاء الله تبارك الرحمن. لك كم سنه سبت الحي؟ لا 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 ما في سبت الحي الحين في 43 حسن. دوبنا. ايه توي قلت. هذا البيت بيت عم يوسف مطبقان المقدم على الحياه برضه في الحي. هذا مستوصف حي خالدي شوف كان حسن. هذا كان مستوصف؟ هذا مستوصف حي خالدي هذا هو شفته. ايوه اللي ما اجى بيت عم يوسف مطبقاني الله يغفر له ويرحمه. هذا طبعا بيت الجهني. ايوه برضه جاء عم يوسف مطبقاني. هنا كان بيت الغمراوي زمان ساكنين بيت المقنص في الحي هذا برضه ما شاء الله والله اسماء ما شاء الله. اي ما شاء الله اقول لك الحين ترجعني انت للحي حسن. الله يعطيهم العافيه. الخلديه حي كبير بس مقسم صح في اللي في طريق الرياض بالضبط. ايوه ما اقول لك عارف هو الحدود حقته حسن تقريبا من الدائري طريق الرياض تقاطع هناك. ايوه الى قلت لك الى هنا عند قصر الريار محطه الروضه تحت. يا سلام هذا حياه خالديه. هذا حياه خالديه طبعا. هنا في بيت اللهم صل على النبي بيت جمعه يا الجمعه موسى جمعة. ايه مو ايه بيت ده هنا قدام ورا ما شاء الله تبارك الرحمن. ايه بيت جمعة ما شاء الله تبارك الرحمن. يا ما شاء الله حسن كنا احنا 24 ساعة في الحي هنا وبدر وبندر عيال خلف ما شاء الله. ايوه خلف بيت مطبقان هناك. أيوة. وبيت ابو عنق ما شاء الله كمان بيت المطيري. يا سلام. وبيت اللهم صل على بيت المهلهل كلهم هناك في الحي ما شاء الله برضه من قدام. ايه في الحي هنا ولا هنا؟ هنا بيت الجمعة على اليسار. ايوه انا حسن الحي ده يعني كان في بداية تحس انه بعيد عن المدينة عشان بسبب دخلت وخرجته. ايوه منقطع. ايوه لما نتعمر ولما بدا الدائري ما شاء الله تبارك الرحمن لما بدا الدنيا حسن. ايوه شوف الحين انا اصبح في وسط المدينة يعتبر. ايوه والله ما شاء الله. في وسط المدينة. شو اسمه المدرسة؟ والله يا حسن هذا مجمع مدرسة بنات لكن ما ادري. لا اي لا المدرسة العيال ايش اسمه والله افتكر. كانت في حطين عندنا بن هشام. في حطين وفي بن هشام وفي الامير عبد المحسن. هذه كلها ابتدائي ثانوي متوسطة. ايوه هذه حارة الشباب في هالجمعة هنا. ايوه ما شاء الله تبارك الرحمن. وهنا بيت المبعاوي كمان برضو على اليمين هنا. عبد الله المبعاوي واخوه الحكم استنى حكم سلة برضو اخوه استاذ
والله ضيعت اسمه برضو هنا. اها. ايه بيت المبيعات. هنا ساكنين ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. وفي بيت ابو دويمه هنا كمان. ايه. ايه ما شاء الله برضو. هنا من حي دا كله. وهنا بيت الفارسي. كان في ملعب خلف الاحياء العماير دي. ايوه. مشهور كان ملعب الفيز في المدينه هنا. اها. ايه كان في ملعب. ايوه هنا. ما شاء الله تبارك. يا سلام يا سلام. وهنا هنا بيت عبد الله المبعاوي كان. هي المبعاوي اللي هنا. هي ارحامنا والله ما شاء الله. عمل المرجان هنا ما شاء الله تبارك الله. وقدام في الحي الثاني قدام زي ما قلت لك بيت العلاوي، بيت الوسطى، بيت البطيري. اها. بيت العمري ما شاء الله تبارك الرحمن هنا. يا سلام. هي ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الله. يا اخي انور اي بالحي ده هنا حسن كانت في الارض دي. أيوه. ملعب من اشهر ملاعب المدينه يا شيخ. والله العظيم في الارض دي كان طبعا الارض دي كان هنا بيت العوفي حلو اللي هم يقولون بيت المرش. اوه ما شاء الله. هنا هنا ساكنين بيت الهوساوي عمران محمد بكر. ايوه. قدامهم اللهم صل على النبي من ندخل ولا طلع ما هي مشكلة. بقالة السعد هذا أشهر بقالة كانت في الحي هنا ما شاء الله على تقري سار مخبزية. هنا بيت الصايا كمان حلو. موجودين هنا بيت القمقمجي على اليمين. أيوه. هذا المسجد حسن مسجد القمقمجي من أقدم مساجد الحي. يا سلام. هذا المسجد شوف حسن هذا المسجد إيه من أقدم مساجد الحي هذا عندنا. أيوه. طبعا هنا بيت على اليسار هنا بيت خميس حلو في الحي في الحارة دي هنا مهند اخوانه. أيه. هذا بيت الرفاعي عبد الله الرفاعي اخوانه ابوه محمد الله يغفر له ويرحمه. أيه. هذا بيته. هذا فعلا من اقدم المساجد كنا نجي. ايه هنا ما شاء الله تبارك الرحمن هنا البرحه دي. اي أيوة. والله هنا عبد الرحمن محروس الله يغفر له ويرحمه. أيه. هنا بيت محروس على يدك اليسار اللي هم خلف الصحاري. اوه وفي بيت بريك كمان هنا. ايوه ريان بريك واخوانه وعارفي. ايوه ولد عمي محمد الله يرحمه. ايوه الله يغفر له. وفي بندر كمان هنا. ايوه كلهم هنا. كنت دائما اجي هنا عندهم وجنبه بيت القبان. ايوه ما شاء الله الا عم احمد قبان صادق والله هنا على الشارع العام بيت القبان. أيوه. كان ما شاء الله بيت محمد ابراهيم افتكر. ايوه هذا بندر ومحمد كلهم هنا تكريمين. يا سلام ما شاء الله. الا صادق ما شاء الله هو بترجع لنا الذاك. لا لا رجع يعذرونا الحبايب اللي شباب بكره تكفى اللي ده. انا افتكر هنا بيت محمد ولد عمي الله يرحمه ريان وفارس بالضبط في الرصه هذه. ايوه في الرصه هنا محمد ابراهيم بالضبط. بالضبط والله كل الشباب. وهذا بيت القباني هنا ما شاء الله. هنا القباني ما شاء الله. اللهم صل على النبي بيت بريك. ايوه هذا هو هذا الحي. شوف كيف اللهم صل على النبي سلم. يا سلام والله ابو علي كانت كان الشارع ده. ايوه يعني السيارة اللي تروح بتقابلها سيارة ثانية الا واحدة فيهم توقف. ليه خط واحد كان خط واحد كان مزدوج هذا. ايوه يعني السيارة المحمل الله يعين اللي السيارة الثانية بالله. اي والله زي ما اكلمك. ايوه كان شيء. وكان هنا كمان على اليمين كان قريب بيت القازلي. ايوه هنا يا عم محمود قازل وعيال الله يغفر ويرحمه. ما شاء الله الحي كبير والله ما نقدر نغطيه بالكامل. بيوت ما شاء الله لكن نحاول قد ما نقدر كذا يعني. بيوت ما شاء الله فيها ما شاء الله. من بيتكم؟ البيت ابو نخله ده عاد البيت البيت اللي تراعنا فيه. ايوه حياتنا كلها كانت هنا. انت اللي زرعت النخله ولا ايه؟ الله كنا ناكل التمر ونرمي. لا طلعت ما شاء الله. هذا بيت الوالد الله يغفر له ويرحمه. شوف كيف. ايوه هذا بيت الوالد الله يغفر له ويرحمه. وهنا بيت العنزي برضه ما شاء الله. ايوه عبد الكريم ابو عبد الكريم ما شاء الله عم تركي العنزي الله يغفر له ويرحمه. هذا البيت الان اصبح ما شاء الله. وهذا بيت الرويثي كان هنا ما شاء الله. هذا المسجد الثاني بالحي هنا ورا حسن. ندخل منه. ايوه هذا نهايه الحي ترى كانت حسن. بس. ايوه الى هنا نهايه الحي في الشارع العام هذا نهايه الحي. اها. هنا بيت السمكري. عم عبد العزيز السمكري الله يغفر له ويرحمه. هنا. ايوه هنا قدام المسجد ده.
طيب الحي كبير الاغلب تعرفوا بعض ولا؟ ايوه كنا نعرف بعضنا والله. مو مثلا انتوا على الشارع تعرفوا اللي في الخلف. ايوه هذه المنطقه حسن، كنا دائما هنا لما نجي نصلي المسجد نجتمع هنا مثلا. كنا هذه المنطقه كان يعني من اشهر ملاعب على قولهم الاحياء في المدينه السكك، هذا المنطقه كنا نلعب فيها بالسفلت. ايوه الاسفلت. ايوه يا سلام. فكنا دائما هنا نجتمع خلاص والمسجد ثاني نصلي فيه. ايوه كان الله يغفر له ويرحمه المؤذن فيه عمر بن السمكري. ايوه هذا بيته عمر بن السمكري على اليسار ده. اها ما شاء الله. هنا بيت المطيري على اليمين، وهنا ما شاء الله برضه في المنطقه هذه في برحه. كنا هنا بيت المطيري. ايوه بيت هذه اللفه. ايوه في بيت المطيري على اليسار ذا الابيض، وفي قدامهم بيت المهلهل وبيت الاطرم. ايوه بيت ابو رحيل في وجهنا ده ما شاء الله. ما شاء الله. اسامه مهلهل؟ ايوه. لا مو اسامه، عيال عمه اياد وصالح وعارف هذا بيتهم هنا. ايوه زي كذا. وهنا بيت العتيبي كمان كان خالد مفلح واخوانه. ايوه عثماني. وهذا بيت ابو رحيل، وكانت هذا برضه ملعب ثاني هنا حسن. وهنا على اليسار عند الكيبل كان بيت الاطرم. باين انا عندي الحين ملعب شفته. ايوه وين هذا بيت بعنق؟ لا هذا عم علي بعنق، هذا البيت ده هذا ما حد يقدر يتجاوز ابو علي. بالله والله عم علي معلم من علامة الخلديه ولا والحي. ما شاء الله اللي عنده محل كان في سوق الحرج. حرج خرده. يا سلام. إيه. ابو حسن هذا بيت الاطرم. يا سلام. والله بسترجع اشياء. بالله عليك. اي والله العظيم من زمان دائما جولات الاحياء. كم سنه ما دخلت المنطقه هذه والله حسن. اي والله والله لي كم سنة ما دخلت المنطقة هذه. ما شاء الله. هنا كمان بيت مين؟ هي هنا في على اليسار. شو هذا البيت ده حسن شفت اللي في وجهك؟ ايوه. طبعا هنا في بيت الفيز وموجودين، وهذا ايهاب ومحمد. والله ضيعت ما اسميهم. هذا البيت حسن شفت اللي في وجهك ده؟ شوف يا سلام. هذا احنا سكننا وهو موجود. هذا بيت عم خضير العوفي. حلو. من اقدم الناس اللي سكنوا في الحي. كان اصلا ما في بقاله غير البقاله هذه، طبعا ما كان بالمسمى ده. حلو. وجنب البقاله عيدتك اليمين هنا في مطعم. ايوه. هي عام. ما ادري هنا في بيت الشمراني. بيت الشمراني هذا هو. بالله؟ بيت الشمراني هذا هو. ايوه. وهنا لا ما شاء الله تبارك الرحمن. ايوه هذا بيت الشمراني، بيت الهوساوي. أيوه. علي حمزه واخوانه. كارلوس. اي علي كارلوس كانوا يقولون لي. ايوه علي كارلوس بالضبط. هي هذا طبعا كلها ما كانت فيها حسن. كل الدنيا. وكان في مخرج ثاني حسن يخرجك علينا الملفات من هنا برضه. من هنا لفلفه برضه يخرجك علينا هناك. يا سلام. اي على الجهه اليسار هنا. وهذه البيوت والله حسن. في بيت نديم هنا كانوا ساكنين كمان برضه افتكرت. ايوه. ابغى اوريك نهايه الحي فين كانت. الحي نهايته كان هنا، اوريك شو قدام. ما شاء الله حي كبير. اي ما شاء الله تبارك الله. نقدر هذا بيت حمزه الهوساوي. علي حمزه اخوانه. اي ما شاء الله تبارك الرحمن. كان اخر بيت في الحي شو هذا البيت. بن داود فيه كان؟ ما في بن داود. اقول له حاجه. البيت ده شوف حسن الحين اوريك نوقف عنده. اوريك هو هذا بيت المطيري كان. شوف هذا البيت اللي اخر الشارع. ايوه هذا بيت المطيري. بعده هنا حره وصخور بركانيه كان. يا شيخ الختاميه هنا هذا بيت اخر بيت كان في الحي ترى. والله عظيم. ما شاء الله. شوف هذا بيت المطيري كان. ايوه وبعده هنا المنطقه دي كلها كانت حره وتراب ولا في اي حاجه ولا في دايره ولا توصلوا هنا ولا نقدر نوصل اصلا هنا نهائيا. ايوه حجار بركانيه وصخور بركانيه. والله الا صادق بعد الدائرة هنا الشارع اللي يفصل تلاقي الارض البركانيه. هي كان من هنا تبدا من المنطقه هذه حسن. كانت تبدا. أيوة. وشوف دحين ما شاء الله الخلديه. ايوه ما شاء الله اسواق تتوه في مداخلها. أيوة. ما شاء الله تضيع مداخلها ما شاء الله. اسلم. طيب هذا على اليمين هنا بيت العماري. ايوه قدامه هنا على اليسار بيت خالد الانتصار. اها ما شاء الله تبارك الله. عارف نخش من اللفه هذه اللي بعدها. ايوه برضه من البيوت القديمه هنا بيت الجزاري اخوي حسان واخوانه. اوه ما شاء الله. ايه هنا ما شاء الله في الحي هذا. بيت الماركي. ايوه هنا هذا بيت حسان على التكريمين. ايوه وبيت الماركي من هذا الشارع هنا. هنا على اليسار كمان في بيت زغلم. ايوه
في اللهم صل على النبي بيت قطان. اوه على يدك، على يدك اليمين هنا. ايوه ما شاء الله. البيت في الواجهة، هذا بيت المالكي. ايوه. وهذاك البيت اللي في الواجهة، شوف ما شاء الله بيت قطان. علاء جينا عند بيتكم، ها ما شاء الله منورين. أيوه ما شاء الله، هذا بيته مادي. أيوه. علم من علامة الحارة هذه، ما شاء الله بيتهم. بيت الفيزو، بيت الفيزو، بيت وهيب وهيب وطلال. ايوه ما شاء الله. هي برضه هنا في الحي هذا، برضه هنا كانوا هنا قبل حي البحر. ايوه هنا موجودين ما شاء الله، كانوا هنا موجودين. عم منصور فيزو برضه علم من علامة الحي ما شاء الله. الله يديه الصحة والعافية. عم منصور راجل موجود ما شاء الله، يعني يعطيك تاريخ، تاريخ قديش كبر في الخالدية وقبل الخالدية ما شاء الله. يا سلام ما شاء الله، الله يعطيه الصحة والعافية. هناك في بيت نديم، وبيت ما شاء الله تبارك الرحمن، بيت البيار زي ما قلنا. ما شاء الله الحي، ما شاء الله من كل، من كل محل ما شاء الله في المدينة جمع حياة خالدية ما شاء الله. زي كذا الحي تلاقي في كل الطبقات وكل الجنسيات وكل الألقاب وكل الناس فيه ما شاء الله. كلكم ما شاء الله معارف وتتواصلوا الين دحين. والله جزاهم الله خير. في جروبات، في جروبات. ايوه اكيد اكيد. يا سلام. في الاعياد ما شاء الله، الله يجزاهم بالخير. ايه. مسوي مبادره الشباب. ايه. في الحي هنا في الاعياد ما شاء الله قبل كورونا، اللهم صل على النبي، لهم يوم كذا في في العيد. ايوه ما شاء الله يتجمعوا. هذا مسجد كبير ما شاء الله. ايوه مسجد البخاري ده ما شاء الله. قديم ولا لا؟ يعني يعتبر حسب من المساجد، يعني ايش يعني، ما هي قديم من اول حي. مسجد القمقمجي الاول اقدم. البخاري اقدم ما شاء الله. ايوه ما شاء الله تبارك. حلقتنا كان معاكم اخوكم حسن بريك المحمادي، يعطيكم الف عافيه على المتابعه، ولا تنسوا الاشتراك في القناه وزر اللايك. ويعطيك الف عافيه اخوي انوار، وما قصرت على الجوله الجميله. الله يسعدك حسن، انت ومتابعينك، وان شاء الله تكون حلقه خفيفه ظريفه على المتابعين. ونرجع نقول سامحونا اهل الخالديه اللي نسيناهم سهوا ترى، ولا هم في القلوب ان شاء الله. واذا اضطر الامر وزعلوا الناس عليك، حتضطر تسوي حلقه ثانيه عشان خاطرهم. استاهلوا والله، استاهلوا استاهلوا والله، كلهم على عيننا وراسنا. اي والله الله يسلمك. والله كانت حبيه كذا ان شاء الله، ومع الاجواء الجميله. يا سلام. اي والله، يلا يعطيكم الف عافيه، مع السلامه. السلام عليكم.